الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن صادرات العراق النفطية إلى أمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي ليبلغ معدلها 369 ألف برميل يومياً. وأضافت الإدارة أن هذه الأرقام ترتفع كثيراً عن أرقام الأسبوع الذي سبق، إذ بلغت فيه الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا معدلاً يصل إلى 165 ألف برميل يومياً. كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق عن نفوق أعداد كبيرة من المواشي في البلاد بسبب نقص العلف والأدوية. وقال رئيس الاتحاد حسن التميمي إن الثروة الحيوانية في العراق تعاني من نقص في الأعلاف والأدوية، ما أدى إلى هلاك أعداد كبيرة من المواشي، وخاصة في محافظات كربلاء وبابل والمثنى وذقار. وأضاف التميمي أن انقراض الثروة الحيوانية في البلاد سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، كما سيؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي، حيث ستلجأ البلاد إلى الاستيراد لسد احتياجاتها من المواشي. أعلنت الهيئة العامة للجمارك ضبط حاويتين مخالفتين في جمرك بوابة البصرة. وذكرت الهيئة أنها تمكنت من ضبط حاويتين في مركز جمرك بوابة البصرة مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية، وأشارت إلى أن الحاويتين تجاوزت المدة القانونية على وجودهما داخل الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة، مبينة أن عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع مديرية منفذ أم القصر وبإسناد من شرطة الجمارك. بدأ الجنيه المصري موجة جديدة من التراجع أمام الدولار واليورو والعملات الأجنبية بلغت نحو 1% خلال الأيام الأربع الماضية. ورجح خبراء أن يشهد الجنيه المصري مزيداً من التراجع بقيمة تتراوح ما بين 10% إلى 15% خلال بضعة أسابيع، وفق ما يبدو أنه اتفاق غير معلن بين الحكومة وصندوق النقد الدولي يقضي بترك السوق يحدد سعر الجنيه. وفقد الجنيه نحو 21% من قيمته في موجة التراجع التي تعرض لها منذ 4 أشهر، ويتوقع أن يصل قبيل نهاية العام الجاري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. قالت وكالة رويترز إن أسعار مزيج التصدير الروسي الرئيسي إلى آسيا في المعاملات الفورية انتعش في أدنى مستوياته على الإطلاق في ظل طلب قوي من الهند والصين وانحسار المخاوف بشأن عقوبات محتملة. وبحسب الوكالة فقد أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي على العقوبات المفروضة على روسيا، ما خفف قيود دفع ثمن شحنات النفط بالنسبة لشركتي روسفلت وغاز بروم، ونفت المملوكتين للدولة وهما موردان رئيسيان لخام إسبو الروسي. أما الآن فلننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز بأمان الله.